السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم الستير وتكون الريلينج بتاعه ازاز. طيب هاجي هنا من اركتكتشر واقول له ستير، وهبدأ ارسم الستير بتاعي 23 درجة اهوت، مثلا ده 11 وده 12 بالشكل دوت، واقول له موافق واقول له وريني في 3D اهوت. طيب هعمل سيلكت على الريلينج واقول له ايه. طيب وهدخل هنا، دي الريلينج اللي هي افقي، فممكن تعمل سيلكت عليهم وتقول لهم ديليت اوكي واقول له ابلاي عشان اشوف التاثير. طيب انا عايز الغي اللي في النص دول واسيب اللي هما في الجنب، فهاجي على السيلكت هنا واقول له ده المين باترن، ده الستارن والكورن والستارت والكورنر والان، فده انا هقول له خلي ده نان اوكي ابلاي بشكل ده. بعد كده اقول له اوكي، وبعد كده هاجي اقول له من اركتشر انا عايز ارسم وول، واختار نوع الوول نوع كرتن وول، اقول له ايدي طيب واعمل دبليكيت واقول له خلي ده نوع ريلينج عشان نفرق بينه وبين الريلينج او بينه وبين الحوائط العادية. واجي هنا من التوب وهبدأ ارسم الكرت الوول بتاعتي بالشكل دوت. تعالى نشوف في ال 3 دي هتبقى عامله ازاي اهي. طيب بعد كده همسك الريلينج ديت واقول له ايدي بروفايل، وهقول له انا عايز الحيطه بتاعتي تبقى بالشكل دوت. وبعد كده هعمل تريم واقول له موافق بعد ما اخد الخط دوت. والخط اللي فوق موافق، فهيبدا يظهر معايا السلم بالشكل دوت. تمام، ممكن تدخل بقى تلغي برضه ديت البروفايل، تقول له خلي دي من هنا لحد هنا. ايه بقى السلم الجانب بتاعه الزجاج بشكل دوت.